على مدى 7 سنوات عجاف يتجند أطفال ونساء في لحجة بحثا عن شربة ماء. تلاحق سكان منطقة البيطرة الواقعة في لحجة أزمة مياه وتنضم إلى أزمات أخرى. رجال ونساء وأطفال يمضون أغلب أوقاتهم بحثا عن شربة ماء في هذا المكان وجلبها لمنازلهم البعيدة. المعاناة تجتاح السيدة ريتا في البيطرة، إذ يهوي الفقر بضعيفها، وتقول إنه عام من الجوع غير مسبوق، وازداد استمرار انعدام المياه تماما كمثل المساعدات، فيما تضطر لاصطحاب أطفالها والوقوف في طوابير أمام خزانات المياه أو ما يسمى بالسبيل التي أنشأها عقال الحارات. والله يوميا وإحنا نروح بعد ما هذا نتعب مشان نشرب إحنا وأطفالنا، لما فيش بنموت منظمة ولا تكرموا الأخوة أصحاب حرم المياه يتجملوا لنا بالماء. أنا أتعب ما أقدرش أحمل كثير، أني تعبانة ويدي دي عصازة اللي بيبقى جلطة تثقل علي، ما أقدر أحمل، ما أقدرش أحمل أدبي ولا شيء، أتأوان بالجهال يملولي أنا جلسة أبي ونرجع نجحتت مشان. كانت المياه متوفرة قبل سنوات عجاف وتصل بشكل مستمر للمنازل قبل ضعف خزانات ضخ المياه في المنطقة. ويفاقم هذه الأزمة ارتفاع أسعار شاحنات نقل المياه المعروفة محليا بالبواز أو الويتات. في المقابل الأسر هنا تعيش أوضاعا صعبة ويكاد الفقر يذبحها من الوريد إلى الوريد. احنا ساكنين في البيطرة والله ما فيش، ما احنا المياه والبرامل ما فيش، ما احنا الا الدبات المقطعه المغزقه، ولا اني شتي نقع ولا شتي صلي ولا شتي ذا، والله اخرج اني بنفسي دور بعد المي من مكان لمكان، ما فيش حد معي يجيب لي مي، وزوجي تعبان ويا يكون مهلهنش ولا اذن الاسر، والله اني بنفسي انني اخرج انني دور من مكان لمكان اشتي دب مي. زي ما تروا احنا نازحين هنا اني من الماء، كل يوم لو تشي دب ماء تجلس لك ساعة على أقل حاجة. تمام، أنا يعني نسألنا الله من الناس اللي يعني يساعدوا معنا وشي يصلحوا الماء هذا أو شي كذا، وباقي رمضان ما يصلحش نجلس ذا الماء نجري ونعاني من هذا، قد احنا يا الله يكفحنا اللي في احنا وما المعيشة هذه والشغل تجلس ساقيت ونساء وأطفال يجروا بعد الماء وحركات هذا ما يصلحش، احنا تئبنا كذا تئبنا. المياه والله ضعيفة، ما حين نمشي وحين لا سألنا من اللي دبسها ثنتين، وإذا كثر من اللي نجلس على أسبوع أسبوع نستخدمه حتى لا يكون دود. المشكلة تبقى في سرعة الاستجابة لنداء الأسر بتوفير المياه في المنطقة وسط مطالبات الأهالي للمؤسسات والمنظمات الإنسانية بإيلاء هذا الجانب اهتماما يتناسب مع حجم المأساة. طبعا المياه موجودة عندنا وهي موجودة في باطن الأرض تحتنا، وللأسف طبعا أصحاب المياه لم يتعاونوا معنا بإدخال أي مشروع منذ قديم الزمن. نحن معنا مشروع قديم كان ولكن لم يجدد ولم يحدث. الآن القرية محتاجة إلى ماء، نحن عبر قناتكم الكريمة هذه نبعث إلى كل المنظمات، إلى المسؤولين، السلطة المحلية، كل المنظمات الخيرية فاعلين الخير، إلى أن يتكرموا بالنزول إلى هذه المنطقة وبناء خزان ولو خزان مياه كبير ليستفيد منه أهالي القرية. منطقة البيطرة تقف على حافة الانهيار التام، كثير من الناس هنا تقطعت بهم السبل بسبب المعاناة من انعدام المياه والغاز والكهرباء، يأملون بالحصول على الخدمات الأساسية لعلها تخفف من هم أثقل كاهلها. نساء وأطفال يصطفون كل يوم عند هذه المياه لتعبئة ما يستطيعون لإرواء عطشهم. مازال الشعب اليمن اليوم البيطرة لحج.